السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في ريفيو ستيشن ازيكم عاملين ايه ايه الاخبار؟ رب تكونوا بخير وسعاده دايما طبعا شايفين الكيس الاسود اللي, اللي قدامي ده 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 موضوع الفيديو النهارده من سامسونج خليه كده بقى بعيد عن الكادر شويه انا ما اعرفش الفيديو ده هينزل امتى بس هو التليفون عملت له بري اوردر وصل لي من يومين انا طبعا عملت الانبوكس يعني انا صورت الانبوكس بس المقدمه دي انا بعملها بعديها بيومين فانا بقى لي يومين بس نعمل التليفون فالمهم تعالوا نشوف الانبوكس اللي صورته من يومين دولت وبعد كده نتكلم شويه بقى عن التليفون واقول لكم بقى ايه اللي انا حسيته معايا في اليومين اللي فاتوا اول تجربه ليا مع الفولت عشان شغله سهل دي المفروض اشدها كده وتطلع معايا دي حاجة كويسة طيب سكرين بروتكتور ده الجراب ده بيطلع شوية خشب كده هو أنا المفروض ان انا طالب البراك بس هو تقريبا بيحط اللونين الابيض والاسود الأسود. بسم الله كده التليفون نخليه دلوقتي في ايه شاحن بتاعت السيم كارت ومانوال ملناش دعوة بيه وادي التليفون طبعا زي ما قلت الانبوكس ده كان من يومين فبقى لي فعلا فعليا دلوقتي يومين بستعمل التليفون أه هتقولي انت حاطط ليه الايفون جنبه انت مقارنه لا انا مش بعمل مقارنه ما بين الجالاكسي فولد 6 والايفون 14 برو ماكس انا بعمل مقارنه ما بين جهاز فولد وجهاز عادي دي المقارنه اللي انا بعملها بس الاول نتكلم عن التليفون وكتصميم والكلام دوت انا اللي بدا يشدني في الفولد التصميم بتاعه انا عجبني جدا التصميم الحاد دوت هو جاي زي مستطيل حاد كده اهو والاطراف الحاده بتاعته دي احلى بكتير من اللي كان جاي بكيرف كده من هنا ومن هنا وكان جاي من هنا حاد فكان شكله مش عارف تحس مش راكب على بعضه لكن دلوقتي حته واحده كده دي اول حاجه شدتني في التليفون انا اللون دوت اللي هو اسمه كرافتد بلاك طلبته وكنت هرجعه وقلت لا خليه طلبته ان شفته في الموقع ان هو مط مش بيلمع ماشي الحكايه دي الصور الموجوده على موقع سامسونج مط مش بيلمع طبعا اللون ده كمان سبيشال شويه واكسكلوسيف من سامسونج يعني انت لو عايز اللون ده لازم هتطلبه من سامسونج هو واللون الابيض اما الثلاث الوان التانيين اللي هو البينك والسيلفر والبلو دول تقدر تحصلهم من اي مكان عادي من اي موقع من اي محل المهم بقى لي يومين دلوقتي بستعمل التليفون بستعمله في كل حاجه بقى يعني لي يعني يومين ما الايفون ودلوقتي انا مش عارف ارجع لده تاني بصراحه انا مش عارف استعمل ده يعني حتى لو بصيت على الايفون هتلاقي ده بقى اهو بص في اشارات عندي ياما هم ما خلاص على ده انا مش فاتحها فاتح كله على ده حاطط كل حاجة عليه إيه اللي يستعمل الشاشه دي ما يعرفش يستعمل الشاشه دي بصراحه صعب ايه الفرق بين ده وده ليه انا اسيب ده واشتري ده اول حاجه الشاشه الخارجيه هتقولي بس ده ناس كتيره قالت الشاشه الخارجيه ده عيب او مشكله في التليفون لو انا مثلا عايز استعمل التليفون في موقف ان انا عايز استعمل التليفون بايد واحده لو مسكت الايفون كده فتحت نوت مثلا عشان الحروف اللي هنا مثلا ممتازه وابدا كده ابعد هنا مثلا عايز اكتب الكيو روح هنا روح هنا تحس ان التليفون هيقع فانت عشان تستعمل تليفون في الحجم دوت مش طبعا مش عارفهم بس لا كل أربعة 24 كده وعايز تيجي من هنا تجيب ديت وتيجي هنا تقعد تحرك التليفون كده ترقصه في ايدك ف مش مش عملي للايد الواحده كلنا عارفين الكلام ده مقاس الشاشه ديت مش عملي ان انت تستعمله بايد واحده غير إيه ده لو جينا هنكتب مثلا هو حاجه في السيرش بايد واحده اه الشاشه صغيره مم... لو بكده يعني لو جينا مثلا فتحنا يوتيوب هنا يوتيوب هنا شغلنا اهو الفيديوين يعني مع بعض ادي آه، حجم الشاشه اه صغيره مم... معاك في ديت دي شاشه اكبر اللي هنا الوضوح اكتر فانت بص هنا واخد الفيديو واخد الشاشه كلها هنا يا واخد الحته ديت بس مم... مش تجربه وحشه يعني ما اعتقدش ان هي تجربه وحشه بصراحه يعني تاني حاجه لو انا مثلا جبت شغلت خلينا مثلا في الفيديوهات نجيب فيديو انت شايف مثلا ان الشاشه دي صغيره وعايز شاشه اكبر في اي وقت كده افتح كده ساعتها بقى مفيش وجه مقارنه ما بين دي ودي فانا معايا الحريه معايا الاثنين عايز استعمل الجهاز في مواقف ان انا هستعمله بايد واحده هستعمله عايز في مواقف بقى قاعد رايق بقى وعايز شاشه كبيره وكاني معايا تابلت وانا مثلا بعيد عن البيت ومعيش التابلت بتاعي اهو تابلت في جيبي دلوقتي بحس ان انا لما بستعمل الايفون انا بستعمل تليفون قديم ده انا بحس ان انا بستعمل حاجه جديده غير طبعا الوضع لما تيجي بقى هتستعمل التليفون كده اهو تبقى حاطه كده او مثلا هتستعمل الشاشه الخارجيه ك عايز تصور نفسك مثلا اهو ممكن كده غير كده عاجبني الهنش بتاعه سوق فاتح ثابت اهو ثابت 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 تقريبا اخر هي بس درجة بدا ينزل هنا بس لكن في الاوضاع التانية ثابت فالهنش بتاعه قوي جدا غير مثلا عندك بقى لو انت مثلا هتستعمل نجيب اليوتيوب تاني وبنتفرج مثلا على الفيديو اهو وجيت عملت الشاشة دي كده هنا مشغل الفيديو وهنا الكنترول بتاع الفيديو عايز تجري عايز توقف او عايز تشغل ابلكيشن تاني براحتك في مثلا هنا تاتش باد ويشغل ماوس عندك مثلا يعني انا في اليومين دوت اكتر استخدام ليا اليوتيوب او الفيديوهات عامه المالتي ميديا الجهاز ده وحش في المالتي ميديا بامانه وحش بمعنى الكلمه ها مثلا لو جينا فتحنا مثلا براوزنج هنا سفاري وهنا بتاع سامسونج و ندخل مثلا على موقع ابل دخلنا مثلا على موقع ابل اهو بص الفرق بص مثلا الصوره حجمها هنا ايه وحجمها هنا ايه الإضاءة عشان الكاميرا يعني فرق شاسع إن أنت تشوف موقع زي ده كده موقع ده كده أنا يعني مثلا موقع زي أمازون أنت لو هتحب مثلا تدخل على موقع مثلا تشتري حاجة ولا تشوف حاجة هتدخل بنظام الموبايل ده ولا تخش بنظام التابلت كل حاجة عندك تبقى كبيرة وواضحة كده بخصوص بقى المعالج اصله ده سناب دراجون جين 3 انا مش عايز اخش في تفاصيل تقنية شوية الموبايل سريع جدا جدا انا مش حاسس بفرق سرعة ما بين الاتنين المفروض ان ده هيبقى اسرع شوية بسبب المعالج بقى احدث والكلام دوت طبعا لا بس بصراحة انا مش حاسس بفرق الفرق انت لو واحد زي مثلا بتستعمل يوتيوب بتستعمل ديسكورد طبعا يوتيوب استوديو سناب شات سبوتيفاي يعني انا حاطط عليه البرامج اللي انا بستعملها دايما مثلا الايميلات e والاوتولوك والكلام دوت يوتيوب ميوزك ريديت ، لايت مثلا عشان اعدل على شوية صور ولا حاجة براوزنج مفيش فرق مفيش فرق في السرعة هو نفس اللي استعمل هنا نفس اللي استعمل هنا بس اللي حلو هنا انا بستعمل الحاجات دي على الشاشة اكبر كاميرات هنا احسن اجابه مختصره كاميرات هنا احسن بصراحه يعني ده احدث واغلى بتتكلم في تليفون 1900 دولار انا دافع 1900 دولار في التليفون ده ازاي الكاميرات بتاعته اقل اه بصراحه كاميراته اقل ودي حاجه مزعلاني في التليفون ده يعني ليه ما تدينيش كاميرات الاس 24 الترا في التليفون ده انا دافع ثمن الاس 24 الترا مرتين يعني بس هل معنى كده الكاميرات هنا وحشه لا الكاميرات هنا جميله جدا التصوير بتاعه جميل وعجبني حاجات كتيره في التصوير يعني مثلا لو فتحت ده نفتح الكاميرا اه هناخد مثلا صوره للايفون الكاميرا بتاعته كويسه اه وعملت زوم جميله مفيهاش اي مشكله حلوه لو انت هتاخد صور للفيسبوك بقى الانستجرام السناب شات والكلام ده حلوه لو هتصور برضه فيديوهات 4K وكده او تعمل بيه فيديوهات على يوتيوب برضه حلوه بالنسبه مثلا برضه بورتري فيديو طبعا بيبقى فيه لعب بقى اكتر من النايت مود والبرو والفودو والسلو موشن حاجات اكتر من الايفون عامه بس لو حد معاه سامسونج هيبقى عارف الكلام ده مثلا الكاميرا اللي قدامي ادي الكاميرا اللي بصور بيها وكويسة ما اي حاجه وممكن نعمل اهو نعرض الزاويه شويه عشان هو شخصين لكن بقى اللي عجبني في الكاميرا حاجه لو انا عايز اصور نفسي وما عنديش ستاند تعمل كده وهصور نفسي ممكن افتح بقى كده وبقى عندك امكانيه بص شاشة قد ايه تشوف الكاميرا في بقى عندك حاجات كتيره لو جيت هنا تاخد مثلا اهو تفتح كده يفتح لك جزء هنا وجزء هنا تصور انا داخل على الفيديو لاحظت الفوتو أخذت صوره تبان هنا بص كل ما اخد صوره هتبان هنا أو مثلا تعمل كده أدي الكاميرا شغالة وهنا فاتح لك إعدادات الكاميرا وتقدر تغير الإعدادات ولا حاجة وأنت فاتح الكاميرا من هنا عايز أصور مثلا سيلفي بقى محترم مش بالكاميرا اللي قدامه والكلام ده أجي هنا أهو وكده أهو أقدر أخد سيلفي بالكاميرات اللي بالخلف فشغالها زيه زي اي تليفون مفيش حاجه بالعكس بيديك خصائص في الكاميرا مش موجوده في التليفونات التانية. بس الكاميرا بتاعته اضعف من تليفونات كتيره ارخص منه طبعا عندك هنا بقى كاميرا جميله كده جميله مش باينه بص شايف مع الاضاءه تبان شويه الكاميرا دي جميله محدش يستعملها <applause> محدش يستعمل الكاميرا دي، تعالى نقلب عليها كده، الكاميرا دي فظيعه فظيعه بجد تحس <applause> ان انت تحت الميه وبتتصور تحت الميه، بص مطلعه الصوره ازاي؟ بكسله وكأنها فعلا عليها طبق ميه ولا نيله مش عارف يعني مش قادرين تحطوا كاميرا عاليه. بس الكاميرا دي مثلا لو هتستعملها مثلا لو ميتنج ولا بتستعمل سناب شات مثلا بتتكلم مع حد من بقى فيديو كده ومش عايز تستعمل الشاشه اللي بره وعايز تستعمل الشاشه دي او تحط ده كده اهو وتتكلم مع مع صاحبك بقى اهو كده بالنسبه للكاميرا دي ان انت تستعملها في مكالمات الفيديو مش وحشه حلوه يعني تقضي الغرض مش محتاجه حاجه بس طبعا لو انت بتتكلم مثلا من الايفون ولا الاس 24 الترا والكاميرا دي لا طبعا في فرق بس يعني جربتها وبصراحة يعني أنا شايف إن هي تقضي الغرض يعني مش وحشة شغالة حاجة تانية برضه من اللي بستخدمها يعني أنا بستخدم تقريبا الموبايل ده كأنه ستاند بصراحة ستاند منه فيه رحت عامل كده وحطيته كستاند وقاعد أتفرج تحفة أنا قاعد شغال والموبايل أهو قدامي ستاند مش محتاج اجيب له جراب ستاند وخصوص بالنسبه للايفون آه آه دي خاصه بالايفون ماشي مش مش, مش خاصه بس 24 الترا او اي تليفون اندرويد عشان موجوده في حاجات كتير انا دلوقتي مثلا آه فاتح موقع اهو ولقيت سعر ولقيت حاجه وعايز احسب مثلا حسبه هعمل ايه اه 35 وهنا مثلا مكتوب اهو الشحن مثلا سي عشرين ريال أطلع كده أجي هنا أكتب مثلا كالجريتر خمسة وتلاتين زائد عشرين أدي خمسة أه وخمسين وعايز أجيب أه... أنا معرفش ايه ده أصلا مش هشتري الحاجات دي مفيش حاجة تانية و... أه وعايز أجيب المايك ده مثلا دخلت على المايك ده أه كام؟ ميه تسعة وتلاتين ريال ميه تسعة وتلاتين ريال زائد فرضا يعني زي دولنا مثلا 25 هيبقى الحاجات اللي هشتريها 164 كفرض يعني انت طبعا هتقعد تعمل ادت كارت او في الاخر هيحسب لك يعني بس فرض مثلا او مثلا عايز اعمل لكم فيديو جديد بس الموضوع اللي هعمل عليه فيديو مثلا جديد عليا ما عنديش معلومات طيب خلاص يعني انا هفتح اليوتيوب وجبنا مثلا اهو الفيديو دوت ماشي طب أه انا عايز اخد نوتس يعني, يعني عشان ما انساش عايز اكتب نوتس لا ما ينفعش لازم هتطلع من الفيديو تفتح النوتس وتكتب النوت اللي انت عاوزها بعدين ارجع للفيديو تاني وشوف ها روح جاي رايح جاي كده رايح جاي رايح جاي هنا الوضع حاجه تانية خالص تعال مثلا انت فاتح امازون اه مثلا عجبتني الساعة كاسيو دي مثلا 74 ريال ودي 170 ريال مش هتطلع بقى وتجيب الكالكوليتر والكلام ده لا الموضوع هنا مختلف هتيجي تدوس هنا وهتجيب الكالكوليتر افتح كده يلا 74 زائد 170 زائد 74 واحسب يعني 17000 ايه مش هشتري حاجات الا ب المهم وصلت لك الفكره صح؟ طيب والله انا فتح اليوتيوب مثلا او عايز اخد نوتس تعالى افتح النوتس هنا ادي فتحنا ادي النوتس حاجات الشخبطه اللي انا بعملها و... والكلام ده ايه ده؟ واحد اثنين ثلاثه حد غيري مثلا هيشوف هنا البورصة وممكن فتح موقع بورصة تاني وموقع بورصة ثالث أو فتح النوت عشان لو يسجل حاجة والكلام ده طب والله أنا عايز البراوزر افتح هنا ادي كمان البراوزر وكبر صغر هات هنا نزل ده هنا ده كل ده وانا ما الديكس طبعا عالم تاني اكيد بتوع سامسونج عارفين هنا هنا الحاجات دي انا ما هنا دي كنت بعملها في النوت 10 بلس طبعا وعلى شاشه قد كده فكان كبيري بفتح اثنين كده واحده فوق واحده تحت او اجيب واحده الكالكوليتر مثلا هنا عشان او النوتس هنا عشان اكتب حاجه بسرعه بعدين ايه اقفلها تاني. لكن هنا الموضوع انا شايف ان انت اصلا سيبك من ثلاث شاشات ان انت تفتح اثنين تحفه تعالى مثلا افتح هنا ادي اليوتيوب بص فتحت شريطته هنا اهو تمام ادي ال 24 وتعالى مثلا هات التيك توك افتح هنا وبقى عندك هنا وهنا والاتنين شغالين بقى مفيش اي فرق فموضوع المالتي تاسكينج فيه رائع انت معاك تابلت اعمل فيه اللي انت عايزه انا في الشغل عندي بستعمل اكسل كتير شويه بحتاجه عشان حاجه معينه ف هنا في الايفون اهو كنت بستعمله شايف الحجم ده بسجل حاجات خفيفه مثلا مش, مش محتاج يعني لابتوب ولا حاجه هم ايه حاجات معينه سجل وخلاص وسجل شكرا لما جه هنا الاكسل انا حسيت ان انا ما كنتش عايش بصراحه فرق رهيب خصوصا كمان لو عملت كده هيبقى اكبر اه كده شايف الحجم ده والحجم ده شاشة تقدر تشتغل عليها بس بتاعه صغير قوي قوي بصراحة يعني دي انا مش عاجبني بصراحة بس لو جينا مثلا اتكلمت بدوت دوت بتاع الاس 9 الترا فرق بس طبعا لو جيت اكتب هنا بص اول ما هيلمس الشاشه هيقول لك خلي بالك استعمل بس الاس بن بتاع الفولد اي اس بن تاني هيبوظ الشاشه وفعلا انا شايف فرق ال كده مش هجيبها فرق هنا دي ناعمه قوي هنا مدببه فده لو لمس الشاشه خلي بالك مع السلامه شكرا بس ما اهو شغال هتيجي مثلا ده اهو ضربتين كده بخفيف خفيف على الشاشه واكتب اهو يلا بقى اعمل سبسكرايب واعمل لايك واعمل كومنت على قناه ريفيو ستيشن تحفه تحفه ان انت تكتب كده تبقى قاعد في اي مكان وعايز أنا على فكرة أنا من الناس اللي بحب الكتابة يعني هتيجي يعني تقول لي ما تكتب على الكيبورد أسرع دي أسرع ماشي اعمل فويس لأ أنا من الناس بحب إيه جت لي فكرة أقعد أكتبها أقعد أكتب كده مع نفسي ممكن أكتب أي أي حاجة أي كلام أنا عايز أكتبه بص لو حتى كلام جوايا عايز أطلعه كده ولا حاجة أقعد أكتب بحس إن الكتابة أصلا راقية عارف أنت فيها رقي طبعا اكيد مش هبقى ماشي بقى مع قلم ونوته بقى ورقه واقعد اكتب وكده لا حاجه زي دي هتساعدني في اللي انا عايز اعمله عايز اكتب لكم سكريبت فيديو اهو هكتب سكريبت الفيديو بقى وارسم اللي انا عايزه والكلام دوت حاجه كمان بقى بالنسبه للالعاب تعالى مثلا نجرب لعبه زي موبايل ليجن بص مثلا حجم اللعبه هنا ده مثلا حجم الشاشه غير بقى لما تلعب على الشاشه دي بتلعب على تابلت صغير فبصراحه انا هنقل حسابي من هنا هشغله هنا العب على الشاشه زي دي احسن بكتير من ان انا العب على شاشة زي دي فتجربه الالعاب في ده تحفه تعالوا نتكلم بقى عن حاجه الـ قوي انا جربت كل حاجات الاي اي هو بيقول لك جالاكسي اي اي زهير وطبعا ضجة بقى من سامسونج اي اي اه اي اي الاي اي فاطشه بصراحة بروباجندا مش عم. ما اعرفش التكنولوجيا ممكن لسه شوية عليها ولا على حاجة بس مثلا جربنا الاي اي بتاع الترجمة يعني عندك مثلا اه كان موجود الترجمة هنا اه الترجمه مثلا انا لسه مجربها مع صديق ليا في الشغل هو بيتكلم هندي وانا بتكلم انجليزي هو قال لي في غلطات كتيره في حاجات كتيره بيعملها غلط او بيترجمهاش مظبوط او مثلا هو بيقول الكلمه هو بيسمعها بكلمه تانية ف هتفيد. هتفيد لو حد مثلا في بلد بره مبيتكلمش اللغه بتاعتها ممكن يساعده شويه بس طبعا الحاجات دي موجوده في التليفونات كتير موجوده بس مثلا في الايفون عادي موجود ترجمه برضه ما بحسش ان هي عمليه مية في المية بس هنا مثلا جميلة ان هو قسم لك الشاشه هو بقى هو هنا شايف الهندي وانا بالعكس شايف ايه الانجليش او ممكن اجي اعمل كده واقفل كده وانا هشوف الكلام اللي هنا وهو هيشوف الكلام اللي هنا فتبقى ماسك كده وتكلم حد وتقول له وهو يشوف الترجمه هنا حلوه يعني الفكره حلوه بس الترجمه محتاجه تتحسن اكتر في, في الواتس مثلا أه برضه عملت تجربه كده مع زميلي في الشغل قلت له إيه ابعت لي اي حاجه بالهندي فقدرت ان انا اترجم بالاي اي فدي برضه كويسه تقدر مثلا ايه أه تخليه هو يكتب تقول له مثلا رايتنج ستايل هيقول لك اكتب اي حاجه اهو مثلا هو ار يو today وتعالى مثلا اعمل رايت right ستايل ده الاوريجينال مثلا هاو ار يو توداي اي هوب ذيس ميل فايند يو ويل انت عايز حاجه بروفيشنال ولا عايز حاجه كاجوال هاو ار يو دوينج توداي ولا عايز حاجه سوشيال ميديا مثلا هاو ار يو دوينج توداي وايموجي بولايت بقى مقدم هاو ار يو دوينج توداي وعلامه استفهام حاجه ايموجي هاو ار يو توداي وايموجي فهو يكتب لك بكذا ستايل مثلا مختلف وكده او عندك مثلا السبيل اند الجرامر اكتب بارتو اللي انت عايزه وهو يصلح السبيل ويصلح الجرامر لو انت مثلا بتكتب بلغه مش اللغه بتاعتك حاجه ثانيه من الاي اي مثلا دلوقتي انت عندك شفت مثلا حاجه عجبتك اخذت ليها صوره صورتها ولا حاجه وجيت علقت ايد صبعك هنا كده اهو عند الخط ده وهيقولك لك ايه سيركل تو سيرش مثلا رحت معلم على ده انا طلعت بره الشاشه المهم يعني ايه علمت على الحته دي بص جاب نفس الصوره اهي او نفس الشخصيه يعني الحاجات دي تقريبا موجوده في الاس 24 لكن مثلا عندك بقى تعالى نشوف حاجه جديده من اللي هي مش موجودين في الاجهزه الثانيه تعالى نعمل هنا اهو الاي اي سكتش تو ايمج نعمل مثلا طياره ادلك سكتش مثلا مش عارف جنريت. لما اشوف هيوصل لدرجة العبقرية بتاعتي في الرسم ولا لا <applause> مش عارف انا اشيلها في المونتاج ولا اعمل فيها ايه هو <applause> عمل لي شعر ابيض كمان ايه لزمته لازمته ابيض ما اعرفش هنا حط لي شعر غريب بس ما علينا ان الصوره مضحكه بس الفكره حاجه يعني الرسم اللي هو عامله تحس ان هو طبيعي جدا يعني بجد فعلا طبيعي لدرجه غريبه يعني سيبك من ان هو عامله ابيض ممكن يكون عشان انا رسمت بلون ابيض ما علينا بس انا كان قصدي طبيعية يعني بس واقعيه جدا وبص مثلا الخط اهو مع الرسم ومع نظره الشعر اللي هنا تحس ان هو حقيقي يعني تقول حقيقي طبعا انا لو عامل الستايل ده اساسا ما أعتقدش ان حد هيتفرج عليا على اليوتيوب بس دي حاجه مثلا مش موجوده في الاجهزه الثانيه وموجوده في الفولد بس والفليب عامه عندك حاجه تانية مثلا تعرف نفس الصوره مثلا كانت هي من هنا هو من بورتري ستوديو ليها موجوده هنا هنا يعني احنا اللي احنا كنا بنلعب فيها دلوقتي كان تو ال... لا اختار البورتري ستوديو وبيديك تلات ثلاث اختيارات كوميك 3 دي كرتون ووتر كلر سكتش انا نبدا بالكوميك واقول له جنريت وهيعملك لك ثلاث اربع صور تقريبا ك نفس صورتك بس بيحولها لك ككوميك يعني عارف انت زي المانجا بقى والحاجات دي اهو مش يعني هو هو يعني مش عارف هو مش شكلي خالص بصراحه طب نخليها 3 دي كرتون وبصراحه هو طلع حاجه حد انا كدا أول ما كده عملها لك كصوره كرتون ما اعرفش برده جاب الصوره دي منين مش بتاعتي اصلا بس هتلاقيها مثلا ساعات ب... يعني أنا عملت كذا صور لناس معايا في الشغل في صور كانت زي كدا برضو بتحس الشباب بعيد خالص وفي صور بصراحة أطلعها بالظبط يعني كأن مرسومة لنفس الشخص هذه صور مثلا تانية يعني أنا شايف دي معقولة شوية بس معرفش هو عامل شعري ليه كدا أنا معنديش شعر أصلا بس حاسس إن هي نفس رسمة الوش يعني بصراحة دي قريبه قوي في السكتش السكتش دي عجباني جدا ان هو بقى بيعملها كانها مرسومه سكتش بصراحه عملت كذا صوره لحد ما نقلت صحابي معايا في زمايل في الشغل بصراحه طلعت تحفه لدرجه هم اخذوا الصور عشان يحطوها خلفية بص هنا وطبعا لو مش عاجباك النتيجه ممكن تعمل له جنريت اجين لك ثلاثة او اربع صور تانيين انا شف... ما عدتهمش ما اعرفش عددهم بس هيعمل لك صور غيرهم كده عشان ايه لحد ما تلاقي صوره عجباك اهو بص هو غير في الصورة اهو وبص يعني هو عامل الرسمه وعشان لابس حاجه بياقه فظبط حاجه بياقه شويه وعمل خطوط كده والله يعني كويسه فدي الحاجات اللي مش موجوده على الاجهزه التانية موجوده بس الفولد وت... والفليب بس لو ما بس احنا عارفين عاده سامسونج شويه والحاجات دي هتنزل الاجهزه كلها ده دا دايما سامسونج بتعمل كده بس هو عشان لسه في اللانش بتاعه فرحانين بيه بس مش الحاجات دي اللي هتخليني طبعا الاي اي ان انا اشتري جهاز زي ده وادفع 1900 دولار عشان ده لا ال 1900 دولار دول انا دافعهم عشان الشاشه الكبيره عشان المالتي تاسكنج عشان معايا وحش مالتي ميديا الالم والنوتس والكلام ده معايا ميني تابلت في جيبي دي اللي دافع عليها فلوس تاني حاجه اللي دافع عليها فلوس ده بصراحه يعني ده كانت الفتحه والقفله دي حاجه جديده انا بجرب حاجه جديده طبعا حاجه اخيره الجهاز ده شغال بفينجر برينت هنا وعجباني بصراحه الفينجر برينت بتاعته مع اني كنت افضل لو فينجر برينت مثلا على الشاشه والشاشه الجوه يبقى فيها فينجر برينت تاني ما اعتقدش ان في حاجه تانية حاليا اقدر اتكلم عليها ده اللي أنا اغلب الحاجات اللي استعملتها خلال يومين واللي شفته مع التليفون في خلال يومين وتجربتي ليه طبعا التجربه دي أنا ما اعرفش كان هتبقى هي هي مثلا بعد اسبوعين ثلاثة اسابيع بعد شهر بعد خمس شهور هتبقى نفس التجربه كده ونفس الحماس اللي انا فيه مع التليفون دوت ولا هتتغير ولا هتبقى احسن دي مش حاضر ان انا احكم عليها دلوقتي بس ان شاء الله بعد فتره هعمل لكم فيديو تاني عن تجربه لو حاجه اتغيرت فيها وكده فقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات وهل انت مثلا شايف ان دلوقتي تقدر ان انت تجيب جهاز فولد كده وتستعمله كتليفون الرئيسي بتاعك ولا شايف ان هو لازم تستعمله مع تليفون تاني ويبقى مثلا تليفون عادي هو الرئيسي بتاعك وده حاجه جانبيه زي ميني تابلت ولا شايف ان التليفون ده اصلا ما ينفعش كتليفون خالص وشايف ان المفروض تجيب حاجه زي كده افضل يعني قول لي ايه رايك عن الفولد والفليب والحاجات الجديده دي وبكده وصلنا لنهايه الفيديو معلش سامحوني بقى انا مع الكاميرا الاساسيه اللي بصور بيها هنا فانا المره دي كل مره كنت بصور بالايفون فبتبقى الكاميرا دي قدامي فهنهي الفيديو بقى من غير ايه ما ظاهر فيه لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده وقول لي ايه رايك في الفيديو في الكومنتات واشوفكم الفيديو اللي جاي سلام